وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عمار البناي، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، ولو تحدثنا عن دوركم كسلطة تشريعية في دعم وتعزيز جهود المملكة في الشأن الإنساني. اليوم العالمي للعمل الإنساني جاء بهدف الاعتراف بمجهودات جميع العاملين في هذا المجال الإنساني، ولكن اليوم احنا كسلطة تشريعية لابد ان نرفع القبعة في مملكة البحرين للصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا، وبالأخص الأطباء اللي صوروا العمل الإنساني بمملكة البحرين بأفضل صورة من خلال تقديمهم كل ما يملكون من الغالي والنفيس وهجرهم لحياتهم الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا، تاركين وراءهم أهلهم وذويهم من أجل سلامة مملكة البحرين. دورنا إحنا اليوم كسلطة تشريعية منتخبة يكمن في تعزيز ودعم العمل الإنساني بمملكة البحرين، تكريما لأصحاب هذه الصفوف الأمامية من خلال تقديم العون والمساعدة للجمعيات الأهلية والخيرية وسن مجمل التشريعات والقوانين اللي تعزز من العمل الإنساني بمملكة البحرين. مجلس النواب ننطلق في دعم العمل الإنساني من رجل الإنسانية الأول في مملكتنا الغالية، وهو سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما يوليه من دعم لا محدود للأعمال الإنسانية والخيرية عبر مجمل المشاريع الحضارية البارزة في مملكة البحرين. لا نقفل عن الدور البارز والمتميز الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على مجمل المشاريع اللي تقوم بها المؤسسة للأعمال الإنسانية، واللي نذكر آخرها كان يمكن حملك في النخير على المستوى المحلي والإقليمي، واللي صورت أسمى آيات العمل الإنساني في مملكة البحرين من خلال التعامل الكبير مع جائحة كورونا اللي وضع مملكة البحرين محل إشادة دولية ومصدر فخر واعتزاز لما قدمته هذه المؤسسة. من هنا نؤكد دورنا كمجلس النواب في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية في مملكة البحرين، وفي سعينا المستمر بتعزيز المكانة الحضارية الرفيعة للبحرين في المحافل البرلمانية الإقليمية الدولية من خلال تعزيز التعاون ما بين مجلس النواب والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإبراز الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الخيرية الإنسانية كنموذج بحريني متميز في المحافل الدولية. نعم سعادة النائب عمار البناي، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.